نفتخر به ونجاهر ونقولها بصوت عالي. نعم، يحق لنا أن نحتفل بالنصر في معركة الكرامة، ويحق لنا أن نحتفظ بهذه الذكرى العطرة، ننقلها إلى أجيال اليوم وأجيال الغد، وهو حق مكتسب لشهدائنا الأبرار الذين قضوا نحوهم في تلك المعركة الشهيرة مع العدو الصهيوني، وأن نترحم عليهم وأن نصلي لأجلهم. وبهذه المناسبة مع الطالب ميار العجرمي وهذه القصيدة. أردنية أنا من وطن المآثر والفدا، ظلت على طول المدى كيد العدا، وملكنا عبد الله اللي صار للثورة صدى، وما هاب أبد ساحات الردى، دنيا مسوا بالخير الله يمسيكو، عرفوا عمان يا ميت هلا بيكو، هذه فرانسيس كانت ترحب وتهني بيكو. والله يا ماما الدور اليوم مو علي، على اختي. شو علي؟ انا امبارح كان علي الدور مو اليوم. يا سلام، خلص ما بدي لكم اشي، بس يا ريت لو تخفف لعب على الايباد، بدي اقوم تعمل لك اشي مفيد. بس حاضر حاضر. مش انت كنت تقول انه شغل ماما مش صعب وانك نفسك تتبادل الادوار؟ يلا تعال نتساعد ورجينا شغلك. يا سلام يا حنون، اللي بسمعك بقول الماما بتتعب، ما هي طول نهارها بالبيت، نحن علينا نروح على المدرسة ندرس ونتعب، نرجع على البيت وندرس، وقال شو ما نلعب ونساعدها كمان. كأنه احنا زودناها على ماما. ماما بتتعب، ما هي طول نهارها بالبيت، نحن علينا نروح على المدرسة ندرس ونتعب، نرجع من البيت نرجع من المدرسة وندرس، وقال شو ما نساعدها ما نلعب ونساعدها كمان. ما تحكي هيك، ما هي الماما اللي بتنظف وبتطبخ، وبس نمرة بتسهر علينا وبتعطينا الدواء وبتراجع معنا دراسنا وما بتهدى. اوكي اذا هيك انت روحي ساعديها، انا بروح غرفتي احسن لي. مرحبا. مرحبا. اف اف اف، ليك البيت مكركب وين ماما؟ بابا وطي صدق شوي، من تعبان شوي نايم بغرفتها. يعني ما في اكل اليوم؟ ما في اكل اليوم، محملكم سندوتشات تاكلي. مش انت كنت تقول انه شغل ماما مش صعب وانك نفسك تتبادل الادوار؟ يلا تعال نتساعد ورجينا شغلك. ماما انا اسف كثير، كنت افكر انه شغل البيت مو صعب وما بتعبك، بس طلبتي تتعب اكثر منها، وكثير كان اليوم مزعج وغريب من غير ما اكل من اكل الزاكي، وانا واعد مني اني رح اضلني ادعمك واساعدك. ماما احنا بنحبك كتير. انا بحبكم كتير كتير، ومبسوطة من هالتجربة القصيرة اللي علمتكم انه التعاون حلو بكل اشكاله. مضوية على السبع جبال، اردنية اصل العربان، مهما دار الزمن او ما، يا رب يا خالي الكون يبقى الأردن بأحسن حال، ويبقى القايد أبو حسين تاج الراس لكل الأجيال، عبد الله العز والكرامة فخر وهيبة ما بينضم، أنت القلب وأنت العين في دواك الروح والمال، زغردينه يم الشهيد للوطن هاهي وللاستقلال، كلنا فدوة للأردن مهما صار وفي كل الأحوال. شكرا شكرا. يما تم عيدك اليوم عيدين، عيد الأم وعيد الكمامة، أنت القلب والأردن جوا العين، نستقبل هاليوم بحب وابتسامة، 21 آذار تاريخ محفور فينا، لو نرسم بصورة لربيع لونه بالونشة. ترمي كلامك فاسي القلب ينسي كلامك، ترى وصيك بكل تاريخ بقلبك مثل ما وعدت، تقدر دورات كل سنين او ايامه، ويوم استشهد فيه جنود البلد بقي الراس مرفوع الهامه، بقي الاردن الاردني ومن اهل الكرامه. يا سفير عالم
نهار المدرسة. إدارية وتدريسية وطلبة أعزاء في صرحكم العلمي الذي اعتاد أن يبذل فيكم بذور العلم والمعرفة لتنبت عقولا تنير مستقبلا واعدا وتسهر الطريق أمام كل واحد منا في شتى مجالات الحياة. فاليوم كما اعتدنا أن نبحث في صفحات الكتب عن العلم، فقد بحثنا أيضا في طبيعتنا البشرية، فوجدنا قلوبا تحمل في وجدانها وعقولها طيبة وإنسانية، سطرها أبناؤنا الطلبة في روعة تحمل كل معاني الإنسانية. ومن هذا الصرح العريق بتاريخه العلمي والإنساني أردنا أن نطلق هذه المبادرة تجمع أجمل وأسمى معاني لغة الإنسانية. فكان مضمون المبادرة بأن هناك 5 لغات يجب أن نتعلمها في حياتنا نعبر فيها عن إنسانيتنا على الأرض ومع بعضنا بعضا. لا نحتاج للكلام كي نعبر عن مشاعرنا، لا نحتاج للأصوات كي نخبر بحقيقتنا، ونخطئ حين نعتقد أن الحديث هو لغة التواصل الوحيدة بين البشر، ونخطئ حين نعتقد أن تعلم لغة أجنبية تضمن تواصلنا. فلنتعرف وإياكم إلى هذه اللغات مع الطلبة المشاركين. اللغة الأولى لغة التسامح، تسامح كالدين والثقافة، وهذه ليست فقط اللغة العالمية بل والدينية الوحيدة التي يعشقها جميع البشر. اللغة الثانية لغة الابتسامة، هي التي تغنيك عن الحديث في معظم المواقف. اللغة الثالثة لغة المعاملة، لا تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك بل كما يدلك دينك وأخلاقك والبيئة التي نشأت عليها مع من تحب وتكره.
اللغة الرابعة لغة اللطف والأدب التي يفهمها الجميع ويقدرها حتى الأطفال. اللغة الخامسة لغة المبادرة والمساعدة، هي اللغة التي تخبر الناس عن معدنك وعن رقي مجتمعك. توجد في حياة كل إنسان لحظة غريبة لا يعرف كيف يفسرها أو يدرك سرها، لكنها تصنع كل شيء في حياته القادمة. فإن كانت هذه اللحظة في الطريق إلينا فلتكن لحظة إنسانية، ربما نحتاج إلى تسامح أو ابتسامة أو لطف من عابر في الدروب. كلمة شكر للعمل الرائع والقائمين عليه، ولكم أيها الأحبة أقول لتكن هذه المبادرة بمثابة طريق آخر نسلكه خلال يومنا الدراسي بمحبة وطيبة قلب وإنسانية لبعضنا بعضا. وأخيرا لا يسعني إلا أن أشكر المديرة الفاضلة الأخت إلين والأخت دانيال والأخوات الراهبة على دعمهم المتواصل لنا بما فيه خير بمصلحة الطلبة الأعزاء، فهن خير مثال للإنسانية والمحبة والمعاملة. أدامكم الله في هذا الصرح العلمي، وشكرا. شكرا.